السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، هنكمل مع بعض إن شاء الله مقرر العلوم للفصل الدراسي الثاني. وصلنا مع بعض للوحدة الأولى اللي هي الحركة الدورية، واتكلمنا في الجزء اللي فات عن أول درس اللي هو الحركة الاهتزازية. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الدرس الثاني في الوحدة الأولى اللي هو الحركة الموجية. تعالوا نعرف ايه نواتج التعلم، هنستفيد ايه مع بعض النهاردة. في نهاية الدرس يصبح الطالب قادرا على ان يحدد المقصود بالموجة، يصنف الموجات تبعا لاتجاه انتشارها، يقارن بين الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية. هنتكلم في اول جزء عن دور الموجات في نقل الطاقة. قبل ما نتعرف عن دور الموجات في نقل الطاقة، تعالوا نشوف نشاط واحد، ده نشاط لتحديد مفهوم الموجة ودورها في نقل الطاقة. الخطوات عندنا: ضع قطع الدومينو على هيئة صف بحيث تكون المسافات بينها متساوية كما بالشكل. ادفع أول قطع الدومينو باتجاه باقي القطع. بأول خطوة هنعمل صف من قطع الدومينو بحيث تكون المسافات بين كل قطعة والأخرى متساوية ومتقاربة زي ما واضح في الصورة. الخطوة الثانية هندفع أول قطع الدومينو باتجاه باقي الملاحظة. هنلاحظ إيه؟ يحدث اضطراب يتسبب في سقوط باقي قطع الدومينو زي ما واضح عندي في الصورة. حصل اضطراب، الاضطراب ده سبب إيه؟ سقوط باقي قطع الدومينو. أنا دفعت أول قطعة بس، تمام، لكن حدث ايه؟ حدث ان باقي قطع الدومينو بتسقط بالتالي. هنلاحظ ايه تاني؟ عدم تغير مواضع قطع الدومينو بعد سقوطها. يعني ايه يا ميس؟ يعني قطع الدومينو بتفضل في مكانها، بتسقط ولكن بتسقط في اماكنها، مكانها او موضعها مش بيتغير. طيب التفسير ايه؟ تفسير اللي حصل ده عند دفع قطعة الدومينو الاولى تسقط وتنتقل طاقتها، طاقتها دي اللي هي نوعها ايه؟ اللي هي نوعها طاقة حركية، الى القطعة الثانية. تمام، كده القطعة الاولى ادت الطاقة اللي عندها اللي هي طاقة الحركة للقطعة الثانية. طيب بعد كده هيحصل ايه؟ فتسقط هي الاخرى، هو هنا بيتكلم على القطعة الثانية، وتنتقل بدورها الطاقة الى القطعة الثالثة. يبقى هنا بيحصل انتقال للطاقة من قطعة إلى أخرى، وهكذا يستمر انتقال الطاقة خلال قطع الدومينو دون حدوث تغيير في مواضعها بالصف. تمام، يبقى إيه اللي حصل؟ قطعة الدومينو الأولى دي أنا لما دفعتها اديتها طاقة حركة، فهتروح تسقط، لما تسقط تنقل طاقة الحركة اللي عندها إلى القطعة الثانية، القطعة التي تليها، تروح القطعة الثانية دي تسقط. تمام، فبتنقل الطاقة إلى القطعة الثالثة، وهكذا بيستمر انتقال الطاقة خلال قطع الدومينو وتسقط في أماكنها دون إيه؟ آخر سطر بيقول دون حدوث تغيير في مواضعها بالصف. طيب هنستنتج إيه من النشاط اللي حصل ده؟ أنه ينشأ عن دفع قطعة الدومينو الأولى اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه انتشاره، اتجاه انتشاره دول اللي هو ايه؟ باقي قطع الدومينو، وهو ما يعرف بالموجة. يبقى هنا احنا استنتجنا ايه من النشاط ده؟ استنتجنا تعريف الموجة. ايه تعريف الموجة؟ هو الاضطراب الذي ينتقل، انتقل من قطعة الى اخرى، تمام، ويقوم بنقل الطاقة في اتجاه انتشاره، ده تعريف الموجة. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، هنتكلم عن مفهوم الحركة الموجية. ايه الحركة الموجية دي؟ تعالوا برضو نشوف نشاط اتنين، ده نشاط لاستنتاج مفهوم الحركة الموجية. المواد والادوات، ايه المواد اللي هنستخدمها في نشاطنا؟ انبوبة مجوفة مفتوحة الطرفين طولها 30 سنتي، عود بخور مشتعل، شوكة رنانة، وشمعة. دي الأدوات اللي هنستخدمها في نشاط استنتاج مفهوم الحركة الموجية. تعالوا نشوف الخطوات مع بعض. أول خطوة ثبت الأنبوبة أفقيا، تمام، وضع أمام إحدى فوهتيها شمعة مشتعلة، وضع أمام الفوهة الأخرى عود البخور المشتعل.
زي ما هو واضح عندي في الشكل هنا. ادي الانبوبة اهي، انا بثبتها افقيا. الانبوبة دي زي ما احنا اتفقنا مفتوحة ايه الطرفين ومجوفة. نضع امام احدى فوهتيها شمعة مشتعلة، اهو هنا الشمعة المشتعلة، وامام الفوهة الاخرى هنضع عود البخور المشتعل. دي اول خطوة. طيب الخطوة التانية، اطرق الشوكة الرنانة وقربها من عود البخور. هنا ادي الشوكة الرنانة بنطرقها، تمام، واحنا عارفين لما نطرق الشوكة الرنانة بيحصل ايه، هنشوف مع بعض دلوقتي، تمام، وقربها من عود البخور. هنلاحظ ايه بعد ما نعمل الخطوات دي؟ اهتزاز لهب الشمعة يمينا ويسارا. المفروض لهب الشمعة هنا اهو، بعد طرق الشوكة الرنانة واقربها من عود البخور عند الفوهة الاخرى هنا، الاحظ ان ايه لهب الشمعة يهتز يمينا ويسارا. شايفين اهو اللي لونه اصفر ده، ده هو لهب الشمعة. طيب هنلاحظ ايه تاني؟ عدم ظهور دخان عود البخور من الطرف الاخر للانبوبة. بلاحظ ان عود الدخان اللي ناتج من عود البخور مش بيطلع لي عند الناحية التانية للأنبوبة. ده اللي لاحظناه في تجربتنا اللي عملناها دلوقتي. طيب ايه تفسير الكلام ده؟ التفسير انه عند اهتزاز فرعي الشوكة الرنانة تتولى الطاقة صوتية. احنا قلنا وعارفين من ابتدائي ان لما تهتز طرفي الشوكة الرنانة بتتولد طاقة صوتية، يبقى عند اهتزاز فرعي الشوكة الرنانة تتولد طاقة صوتية. بيحصل لها ايه الطاقة دي؟ تنقلها دقائق الوسط. دقائق الوسط اللي هي جزيئات الوسط. طيب جزيئات الوسط عندي انا هنا ايه؟ هل هي هواء فقط؟ لا، دي جزيئات الهواء ولكن معها ايه؟ مختلطة بالدخان اللي هو ناتج من عود البخور المشتعل. يبقى هنا دقائق الوسط او جزيئات الوسط اللي هي الهواء ومختلطة بالدخان بتنقل الطاقة الصوتية الناتجة من اهتزاز الشوكة الرنانة. طيب بتنقلها فين؟ بتنقل عبر الانبوبة الى لهب الشمعة في صورة موجات صوتية زي ما احنا شايفين في الصورة هنا تحت اهو. اهتزاز الشوكة الرنانة بينتج عنه موجات صوتية. الموجات الصوتية دي بتنتقل عبر الأنبوب إلى لهب الشمعة. مين اللي بينقلها؟ بينقلها جزيئات الهواء المختلطة بالدخان. وتهتز دقائق الوسط في أماكنها دون أن تنتقل. ناخد بالنا من الجزئية دي، إن دقائق الوسط اللي هي جزيئات الهواء ومختلطة بالدخان بتهتز في أماكنها دون أن تنتقل من مكان إلى آخر. أثناء قيامها بنقل الموجات الصوتية بما تحمله من طاقة إلى لهب الشمعة. يبقى ناخد بالنا إن دقائق أو جزيئات الوسط تهتز في أماكنها وتقوم بنقل الطاقة، ولكن جزيئات الوسط إيه؟ تظل في أماكنها دون أن تنتقل. دون أن إيه؟ تنتقل. هنستنتج ايه من النشاط ده؟ هنستنتج تعريف للحركة الموجية. الحركة الموجية هي الحركة الدورية الناشئة عن اهتزاز دقائق الوسط في لحظة ما وباتجاه معين. هنا دقائق الوسط في التجربة بتاعتنا اللي هي ايه؟ اللي هي جزيئات الهواء مختلطة بالدخان، تمام، في اتجاه معين اللي هي اتجاه ناحية الشمعة. يبقى الحركة الموجية هي الحركة الدورية الناشئة عن اهتزاز دقائق الوسط في لحظة ما وباتجاه معين. طيب هنستنتج ايه تاني؟ ظهر عندي مفهوم جديد اسمه خط انتشار الموجة. خط انتشار الموجة هو الاتجاه الذي تتقدم فيه الموجة. الاتجاه اللي بتنتشر فيه الموجة او بتنتشر فيه الطاقة هو ده اسمه خط انتشار الموجة. زي ما هو واضح عندي في الصورة هنا، ده خط انتشار موجة صوتية. ادي مصدر الصوت ودي موجات الصوت اهو، بتنتقل لمين؟ بتنتقل الى الاذنين،
في اتجاه الأذنين، تمام، هو ده الاتجاه الذي بتتقدم أو بتنتشر فيه الموجة، هو ده اسمه خط انتشار الموجة، تمام. هنتكلم دلوقتي عن أنواع الموجات. احنا عرفنا الموجات وعرفنا الحركة الموجية، تعالوا نتكلم مع بعض نعرف ايه أنواع الموجات اللي موجودة عندي. تصنف الموجات تبعا ليه؟ أولا اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط بالنسبة لاتجاه انتشار الموجة. بتنقسم إلى إيه؟ إلى موجات مستعرضة وموجات طولية، تمام، وتصنف تبعا لقدرة الموجة على الانتشار ونقل الطاقة في الفراغ إلى موجات كهرومغناطيسية وموجات ميكانيكية. يبقى أنا هنا عندي الموجات تصنف على تصنيفين أو بناء لتصنيفين، اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط بالنسبة لاتجاه انتشار الموجة، ودي ليها نوعين مستعرضة وطولية، وتصنف تبعا لقدرة الموجة على الانتشار ونقل الطاقة في الفراغ، وهي تصنف إلى موجات كهرومغناطيسية وموجات ميكانيكية. طيب تعالوا نشوف أول تصنيف. أولا الموجات الطولية والموجات المستعرضة. عندي نشاط للمقارنة بين الموجات الطولية والموجات المستعرضة، تعالوا نشوف النشاط مع بعض. المواد والأدوات المستخدمة: ملف زنبركي، شريط ملون، ومسمار للتثبيت. الخطوات: ثبت طرف الشريط الزنبركي في حائل بواسطة مسمار التثبيت، اربط الشريط الملون في منتصف الملف الزنبركي زي ما هو عندي في الصورة كده. ادي الشريط الزنبركي اهو اللي باللون الازرق، بنثبته في حائل بواسطة مسمار التثبيت. الخطوة الثانية: نربط الشريط الملون في منتصف الملف الزنبركي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ حرك الطرف الاخر، تمام، اللي هو غير مثبت اللي ممسوك باليد هنا اهو، لأعلى ولأسفل. هنحركه لأعلى أو أسفل أو إيه؟ أو يمينا ويسارا عموديا على محور الملف. طب أدي محور الملف أهو اللي هو الملف الزنبركي، هنحرك الطرف الآخر ده يا إما أعلى أو أسفل، تمام، أحركه كده أعلى أو أسفل، أو أحركه يمينا ويسارا بحيث يكون عموديا على محور الملف. طيب هنلاحظ ايه لما نعمل الخطوة دي؟ تهتز عقدة الشريط الملون، نركز، ادي عقدة الشريط الملون اهو، مالها؟ تهتز في مكانها في اتجاه عمودي على اتجاه حركة حلقات الملف. حلقات الملف دي مالها؟ تعلو وتهبط مكونة قمم وقيعان. يبقى ايه؟ هنلاحظ ان الشريط الملون، الشريط الملون ده ايه؟ يمثل اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط. يبقى الشريط الملون ده يمثل لي اهتزاز جزيئات الوسط. طيب هتهتز في اماكنها، هلاحظ ان العقدة دي مش بتنتقل من مكان لاخر ولكن بتهتز في مكانها، وبتكون في اتجاه عمودي على اتجاه حركة حلقات الملف، تمام. طيب حلقات الملف دي اللي هي باللون الأزرق تمثل اتجاه انتشار الموجة. بلاحظ ان حركات الملف دي تعلو وتهبط مكونة قمم وقيعان زي ما هو واضح عندي ايه في الصورة. ادي اهو الاضطراب اللي اعلى او الحركة لأعلى دي القمة، والحركة لأسفل دي ايه؟ القاع. يبقى بتتكون عندي قمم وقيعان. الخطوة اللي بعد كده، خلاص دي أول ملاحظة. الخطوة اللي بعد كده: ادفع واجذب حلقات طرف الملف كما بالشكل. ادي اهو مثبت، تمام، في الحائل. الطرف الآخر ندفع ونجذب حلقات الملف. طيب هنلاحظ ايه؟ تهتز عقدة الشريط الملون اللي هي هنا اهي، قلنا دي تمثل ايه؟ تمثل اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط. تهتز في مكانها في نفس اتجاه حركة حلقات الملف. حلقات الملف دي تمثل اتجاه انتشار الموجة، تمام، التي تتقارب وتتباعد مكونة تضاغطات وتخلخلات.
يبقى هلاحظ ان الشريط الملون ده او العقدة الملونة دي تمام هتهتز في مكانها، في مكانها مش هتنتقل من مكان لآخر. تمام، اهتزازها ده هيكون في نفس اتجاه حركة حلقات الملف اللي هي باللون الأزرق دي. حلقات الملف دي هلاحظ انها تتقارب وتتباعد مكونة تضغطات وتخلخلات. التضاغط اهو زي ما واضح عندي، الاحظ فيه تقارب لحلقات الملف، ده في التضاغط. التخلخل هنا اهو تمام زي ما برضو مشار اليه في الصورة، تباعد لحلقات الملف. يبقى لما تهتز عقدة الشريط الملون في نفس اتجاه حركة الملف، او تهتز جزيئات الوسط تمام في نفس اتجاه انتشار الموجة، هتتكون عندي تضاغطات وتخلخلات. طيب هنستنتج ايه من النشاط اللي فات ده؟ نستنتج عن ظهور نوعين للموجات تمام. اول نوع اللي هو الموجة المستعرضة، حصل ايه في الموجة المستعرضة دي؟ حصل اضطراب تهتز فيه جزيئات الوسط عموديا على اتجاه انتشار الموجة. يبقى اذا كان جزيئات الوسط تهتز عموديا على اتجاه انتشار الموجة، يبقى هنا عندي ايه؟ تكونت الموجة المستعرضة. طيب زي ما واضح عندي في الصورة اهو، ده اتجاه انتشار الموجة اللي هو باللون الازرق تمام، والدوائر دي الملونة دي تمثل اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط. ادي خط انتشار او اتجاه انتشار الموجة، وادي جزيئات الوسط تتحرك لاعلى ولاسفل عموديا على اتجاه انتشار الموجة. يبقى هنا تكونت عندي الموجة المستعرضة. الموجة المستعرضة زي ما لاحظنا ان هي تتكون من قمم وقيعان زي ما واضح عندي في الشكل هنا، ده شكل الموجة المستعرضة، ده خط انتشار الموجة، واللي بتكون لي القمم والقيعان هي اهتزاز جزيئات الوسط. ايه تعريف القمة؟ القمة هي أعلى نقطة تصل إليها جزيئات الوسط بالنسبة لموضع الاتزان، أعلى نقطة وصلت لها جزيئات الوسط هي دي تسمى القمة. طيب والقاع هو أقل نقطة تصل إليها جزيئات الوسط بالنسبة لموضع الاتزان. يبقى عندي أقل نقطة اسمها القاع، وأعلى نقطة هنا اسمها إيه؟ القمة. ده بالنسبة للموجة المستعرضة. النوع الثاني من الموجات اللي ظهر عندي هو الموجة الطولية. ايه الموجة الطولية؟ هو الاضطراب الذي تهتز فيه جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة. يبقى جزيئات الوسط بتهتز في نفس اتجاه ايه؟ انتشار الموجة. ادي هنا عندي اتجاه انتشار الموجة، والدوائر الملونة دي تمثل اهتزاز جزيئات الوسط او اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط. هلاحظ ان جزيئات الوسط تهتز في نفس اتجاه انتشار الموجة، يبقى هنا تكونت عندي ايه؟ موجة طولية. تعالوا نشوف الموجة الطولية تتكون من تضاغطات وتخلخلات. ده شكل الموجة الطولية، عندي بتتكون من تضاغط اهو، ادي التضاغط اهو، تتقارب في جزيئات الوسط زي ما احنا شايفين اهو، جزيئات الوسط اللي باللون الاصفر دي بتتقارب، وبتكون جزيئات الوسط اكثر كثافة في منطقة التضاغط. طيب في منطقة التخلخل تتباعد جزيئات الوسط وتكون اقل كثافة تمام، اقل كثافة واقل تركيز من التضاغط. ده بالنسبة ل تكوين الموجة الطولية. ايه التضاغط؟ هو المنطقة التي ترتفع فيها كثافة وضغط جزيئات الوسط زي ما احنا شايفين اهو، في التضاغط هنا منطقة بيكون جزيئات الوسط اكبر كثافة واكبر ضغط. طيب ايه التخلخل؟ التخلخل هو المنطقة التي تنخفض فيها كثافة وضغط جزيئات الوسط. لو بصينا على التخلخل هنا هنلاحظ ان في انخفاض في كثافة وضغط جزيئات الوسط، يبقى هنا بيظهر عندي ايه؟ تخلخل. التضاغط والتخلخل هما الاتنين بيكونوا لي الموجة الطولية.
تعالوا نشوف تطبيق حياتي على الحركة الموجية بنستخدمه في حياتنا اليومية. حمام العلاج الطبيعي اللي هو اسمه ايه؟ جاكوزي. الجاكوزي ده يوجد في معظم النوادي الرياضية، وهي عبارة عن أحواض يتحرك فيها الماء على شكل أمواج دائرية. آدي شكل الجاكوزي، تمام؟ ده اللي بيكون موجود في النوادي الرياضية، عبارة عن حوض بيتحرك فيه الماء على شكل إيه؟ أمواج دائرية. يبقى موجات الماء ده تطبيق على الحركة الموجية. إيه استخدامات أو إيه فايدة الجاكوزي ده؟ يستخدم في فك التشنجات العضلية باستخدام موجات الماء الدافئ. يبقى لو تم ملء الحوض ده بموجات الماء الدافئ بيساهم أو يساعد في فك التشنجات العضلية. طيب يستخدم في إيه أيضا؟ في فك التشنجات العصبية باستخدام موجات الماء البارد. دي فوائد أو استخدامات الجاكوزي اللي هو تطبيق على الحركة الموجية. طيب تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده. ثانيا الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية، ده التصنيف الآخر للموجات. هنتكلم أول حاجة عن الموجات الميكانيكية. هي موجات يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، أي لا تنتشر في الفراغ. يبقى عشان تنتشر الموجات الميكانيكية دي لازم يكون في مادة، وسط مادي يعني مادة، يا إما صلب أو سائل أو غازي. معنى الكلام ده إيه؟ أنها لا تنتشر في الفراغ. طيب إيه أنواع الموجات الميكانيكية؟ ممكن تكون مستعرضة مثل موجات الماء، أو طولية مثل موجات الصوت. يبقى موجات الماء دي موجات ميكانيكية مستعرضة. طيب موجات الصوت موجات إيه؟ موجات ميكانيكية طولية. يبقى الموجات الميكانيكية ممكن تكون مستعرضة أو ممكن تكون إيه؟ طولية. تعالوا نتكلم عن النوع الثاني من الموجات اللي هي الموجات الكهرومغناطيسية. طيب هي موجات لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، أي تنتشر في الفراغ. يعني لو في وسط مادي صلب سائل غازي بتنتشر. طيب مفيش وسط مادي برضو بتنتشر إيه؟ في الفراغ. يبقى في وسط مادي هتنتشر، مفيش وسط مادي هتنتشر. دي اللي هي الموجات الكهرومغناطيسية، أي لها القدرة على الانتشار في الفراغ. طيب أنواع الموجات الكهرومغناطيسية جميعها موجات مستعرضة. لو نفتكر في الموجات الميكانيكية كان في منها مستعرضة وطولية، هنا في الموجات الكهرومغناطيسية جميعها موجات مستعرضة. مثل ايه؟ مثل موجات الضوء المرئي، تمام، او موجات الراديو المستخدمة في اجهزة الرادار. يبقى الموجات الكهرومغناطيسية جميعها موجات مستعرضة. طيب هنتكلم دلوقتي عن سرعة انتشار الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية. سرعة انتشار الموجات، تعالوا نشوف ايه سرعة انتشار الموجات. الموجات الكهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ بسرعة 3×10^8 متر لكل ثانية. متخيلين سرعتها كبيرة ازاي؟ وتقل سرعتها عند الانتقال في الأوساط المادية. يبقى هي الموجات الكهرومغناطيسية دي سرعتها في الفراغ أكبر من سرعتها في الأوساط المادية. سرعتها في الفراغ كام؟ سرعتها في الفراغ 3×10^8 متر لكل ثانية. طيب الموجات الميكانيكية تنتشر بسرعة أقل بكثير من سرعة الموجات الكهرومغناطيسية في الأوساط المادية. هنا قال لي الأوساط المادية عشان احنا عرفنا ان الموجات الميكانيكية تنتشر في الأوساط المادية فقط ولا تنتشر في الفراغ. يبقى الموجات الكهرومغناطيسية سرعتها تقل في الأوساط المادية عن الفراغ، تمام، والموجات الميكانيكية تنتشر بسرعة أقل بكثير من سرعة الموجات الكهرومغناطيسية في الأوساط المادية. ده بالنسبة لأنواع الموجات، سواء الكهرومغناطيسية والميكانيكية أو الطولية والمستعرضة.
كده خلص جزئنا النهاردة. تعالوا نراجع مع بعض اللي اتكلمنا فيه في درسنا النهاردة. اتكلمنا عن الموجة وقلنا ان الموجة هي الاضطراب الذي ينتقل ويقوم بنقل الطاقة في اتجاه انتشاره. الحركة الموجية هي الحركة الدورية الناشئة عن اهتزاز دقائق الوسط او جزيئات الوسط في لحظة ما وباتجاه معين. طيب، خط انتشار الموجة هو الاتجاه الذي تتقدم في الموجة. تصنف الموجات تبعا لاتجاه اهتزاز جزيئات الوسط الى موجات مستعرضة وموجات طولية. تصنف الموجات تبعا لقدرة الموجة على الانتشار ونقل الطاقة في الفراغ الى موجات كهرومغناطيسية، دي اللي هي لها القدرة على الانتشار في الفراغ، وموجات ميكانيكية اللي هي تنتشر في الأوساط المادية فقط وليس لها القدرة على الانتشار في الفراغ. طيب، ده تدريب على درسنا النهاردة. هنمسح الكيو آر كود بالكاميرا ونحل التدريب. كده خلص درسنا النهاردة. كانت معاكم الأستاذة رويدة أحمد محمد، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.